قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس 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 مين قالك يا حياتي بنساك لحظة بحياتي هواك مالي أوقاتي بالعكس 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 إذا كان بدك تتسلي أنا ولقيتيني موضوع قابل ضلي بعيدي عني ضلي لا تراضيني لا مش قابل بدك تعتذري مني والله قدام اللي قالوا عني مغرور ايه مغرور تيشوفوا اني بالعكس 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 بالعكس